متابعي القناة صحة رمضانكم وأهلا بكم معي أحبائي في هذه الوصفة. اليوم درت وصفة لعصير الأناناس بحبة واحدة، من المستحسن أنها تكون طيبة. وصفة سهلة وبسيطة، بحبة أناناس تقدري تحضري 3 لترات نتاع عصير هذه الفاكهة. وصفة اقتصادية صحية ورائعة وتناسب هذا الشهر الكريم. إذا لاحظي معي الفيديو عزيزتي، بعد ما يعني نقشر تماما الأناناس كما يوضح الفيديو، هكذا. إذا هذا القشر ما نحتفظش به، نرميه. فوالا، اذا بعد ما انهي يعني ان انتهي تماما من التقشير، ناخذ الان الطبقه اللي تحت اللي كانت مباشره تحت القشر، نحتفظ بها. يعني نقطه مهمه، نحتفظ بهذا القشر لاني غادي نستعمله في العصير نتاعي. دونك غادي نحطو في اون كاسرول، نحطو هكا في اناء، نضيف عليه السكر حسب الرغبه. اللي يبغي اللي ما يحبش السكر ينجم ما يديرش السكر. انا درت 3 ملاعق كبار وضفت عليهم 3 كؤوس نتاع ماء وحطيتهم على نار لمده بين 25 دقيقه حتى نصف ساعه. دونك درت الشربات نتاع اناناس، ان سيرو داناناس، وعلى جنب يعني وصلت التقشير نتاعي تاع الاناناس. هادو اللي غادي نديرهم في لاباغي اللي غادي ندير به العصير نتاع الاناناس. اللي ما عندهاش هذا الجهاز تنجم تستغنى عليه، تاخذ بكل بساطه خلاط كهربائي، ان بلاندر، تخلط يعني الفاكهه نتاعها ومن بعد تصفيه بصفاي تماما. يعني هو من مستحسن انك يعني تتحصلي على العصير نتاع الاناناس يعني على قدر المستطاع. دونك فوالا، انا عندي في المتناول هذا الجهاز، بصراحه نستعمله في كل، يعني بما ان العصير مشروب صحي ورائع للبدن، دونك نستعمله بزاف. استخلصت به العصير، بعد نص ساعه رجعت للشربات نتاعي. دونك بهاد اللي ديري به لابوري نتاع البطاطا، ولا استخلصي العصير نتاع يعني حاولي تعصري هذاك المستخلص نتاعك مليح وصفيه هكذا. اذا بعد ما تصفيه مليح خليه يبرد، خليه على جنب يبرد تماما، ومزجيه مع هذاك العصير اللي كنا تحصلنا عليه بالجهاز. اذا انتبهي معي، هنا عصير يعني تحصلت عليه الشربات اللي كنت حطيتها في لاكاسرول، ومن جانب ثاني راه عندي العصير اللي تحصلت عليه بلاباري. دونك فوالا، حاولي تصفيه مليح، مشروب رائع فوق الوصف. شويه نبدلو على لو جو دورونج، على عصير البرتقال وعلى الفاكهه التائنه يعني التانيه. العصير الاناناس محبوب جدا. دونك فوالا، بعد ما بردلي، اذا هذا اللي كنت حصلت عليه. باش تشوف يعني بحبه واحده تاع اناناس تخسلت يعني على براتيكمون يعني تقريبا 3 لترات نتاع عصير. هكذا مزجت الاثنين مع بعض وقدميهم بالصحة والراحة للعائلة وقت الإفطار ولا وقت السحور ولا وقت يعني مع مكعبات ثلج. مشروب اللي يتقدم بارد ورائع، يعني رائع فوق الوصف.
إذا هذه كانت وصفة لي نتاع اليوم، أتمنى أنها تكون عجبتكم، وإلى لقياكم أحبائي في فيديو آخر إن شاء الله. إلى ذلك الحين صحة فطوركم.